ذكريات مهاجر بيروت دمشق السويد. قفزة نوعية لقائد السبعين. هالحلقة كمان ذكرياتها في بيروت. كنا كل فترة لما يطلع في إعلان لوقف إطلاق الرصاص أو هدنة نطلع لنستنشق الهواء من الملاجئ، الهواء الممزوج برائحة البارود. ومين من أهل بيروت ما أدمن الهواء الممزوج برائحة البارود؟ كنا نحن الصغار نوتر أعصاب الكبار المختبئين بالملاجئ بنقل الإشاعات والأخبار، صحيحة غير صحيحة. شفنا زلمة عم يركض منركب عليه فيلم ومنرشله فلفل وبهار ومنخبره للي قاعدين بالملجأ ليبدأ الصراخ ويفقدوا أعصابهم. وكنا ترتسم على وجوهنا الابتسامات أنه نجحت خطتنا الطفولية. مرة كنا طالعين بعد إعلان وقف إطلاق الرصاص، طلعنا على الساحة اللي خارج المبنى وبلشنا نحن الصغار نلقوط الحشوات الفاضية للرصاص، وكان في فوارغ بتنتج عن قذائف الأربيجي كنا نتباهى أنه نحصل عليها وعلى أكبر قدر ممكن منها، كأنه نحن اللي خضنا المعركة. وكانوا الرجال اللي متخبيين بالملجأ قبل شوي يعني يطلعوا يتعنطزوا وكل واحد يرمي بطولاته وقاعد بالملجأ، ولكن هيك الحال. كان في بيناتهم واحد بدي أحكي لكم عنه قصة، واحتراما لكبار السن واحتراما لأنه هلأ عن جديد توفي رحمة الله عليه، فطبعا أعرض عن ذكر الأسماء وما في أي هدف بهالسلسلة من ذكر أسماء أو تجريح، ولكن هي المواقف. نحن واقفين عم نرتاح شوي من الملجأ، فإذ بتنفجر قذيفة شديدة الانفجار والصوت فوق رؤوسنا كلياتنا، طارت قلوبنا وبلغت القلوب الحناجر. ما عارفين كان أساس هدنة، فجأة صار في انفجار ضخم وبلشت العالم اللي يزحف واللي ينبطح واللي، ولكن هذا الشخص قفز قفزة نوعية بحياتي ما شفت مثله. قفز من وسط الشارع فوق سيارة ولداخل المبنى باتجاه الملجأ. بذكر للشغلة أنه وضع رجله على أكتافي أنا الطفل حتى يعطي يعني مدى للقفزة تاعيته، هربا وخوفا وهلعا، وبالخوف يعني ما في عتب حقيقة. ولكن هذا الشخص التقيت فيه لما بعد فترة طويلة، يعني بعد سنوات طويلة وكنت شاب يعني، فبلش يحكي لي رواياته وبطولاته والمعارك اللي كان يخوضها والفتوحات اللي كان يفتحها أثناء الحرب اللبنانية، وأنه كان عنده 70 مقاتل يخوض بهم الحروب ويفتح بهم الفتوحات. وحقيقة كنا سوا أنا طفل وهو بنفس الملجأ، احتراما له. وهذا الأدب يا أهلي ويا أخواني، أنه أنا كنت أقرب شاهد لقفزة قائد 70 مقاتل، القفزة اللي قفزها ودعس علي أنا شخصيا فيها لا هرب. حقيقة هذا الشخص التقيت فيه بعدين كمان بعام 2006، كان وقت التدمير لإسرائيل كمان لبيروت. عام 2006 تدمرت أطراف بيروت يعني، وجزء منها جزء من بيروت طبعا، جنوب لبنان كله تدمر. ولكن كان في تجمع وفي امرأة، هاي الامرأة اشتبهوا فيها أنه عم تصور مواقع داخل بيروت لصالح العدو الإسرائيلي، فألقوا القبض عليها وصارت العالم صرخ جاسوسة، ألقينا القبض على جاسوسة. أنا كنت واقف كنت شاب ما دخلت لأنه يعني صار في كتير مبالغات يعني. فبعد كم ساعة شفته على مدخل بنايتنا هذا الشخص، على مدخل البناية قال لي تعال خبرك. قلت له خير؟ قال لي قبل شوي كمشت جاسوسة. قلت له عن جد؟
قال لي كمان جاسوسة وطلعت بتليفوناتها صور عم تصور بمواقع مهمة. قلت له والله أحسنت، يعني خلص نحن يعني معتمدين عليك بالحفظ الأمن المنطقة، وأنت يعني العين الساهرة، وأكيد أنت وشبابك يعني مسيطرين على الوضع. هو نفسه هذا قائد قفزة 70 ما غيره، اللي بيضلوا يسلخ يعني هالنوع من أنواع الكذب. في ناس تتعيش على هذا النوع وبحاجة لتسمع نوع من التوكيدات اللي هي أصلا ما عاملة فيها شيء. هذا قائد 70. الحلقة القادمة حقيقة ننتقل على دمشق ونكتفي بهذا القسم من الحرب في لبنان، والعنوان الحلقة قصر من نسج الهموم في ريف دمشق. قصر من نسج الهموم في ريف دمشق. أشوفكم بالحلقة اللي بعدها بإذن الله.